أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. في الواقع نحن آسفين كتير كتير بسبب التأخير هذا، وكان بسبب ضعف النت عند الأخ منتظر في بغداد. لهالسببات تأخرنا عليكم، آسفين كتير كتير هالانقطاع هذا. وفي شغلة بس بشان حلقة أحمد حرقان حشش مع الله، نحن سوينا جزء أول وكان الصوت شوي فيه ضعيف، فبنعتذر كمان عن الحلقة الجزء الأول، ورح نعمل حلقة بالجزء الثاني قريبا، يعني لنشوف الأسبوع الجاي أو اللي بعده. خلونا أول شيء نرحب بالأخ منتظر. أهلا وسهلا فيك أخي منتظر، تفضل. أرحب بك وأرحب بالجمهور وأشكرك لإعطاء هذه الفرصة الثمينة للتعبير عن مشاعري. أنا أولاً أنا اسمي منتظر من العراق، من مواليد 1994. تقدر تبدأ أكيد بالحلقة وأسئلتك. أكيد أخي منتظر، نحن تعودنا بالبرنامج إنه الضيف بس نبدأ ببطاقة تعريفية عن شخصك الكريم، تفضل. يعني أنا اسمي معروف إنه منتظر غالب، توجه سياسي شيوعي ديني ملحد كما ذكرت سابقا، مواليد 1994. جميع يعرف، يعني لدي أصدقاء كثيرون يعرفون هذه المعلومات. حببت إنه يعني أقدم نفسي للجمهور وأقول لهم إنه إحنا مو مثل ما مصورين أنتم أو ما يصور لكم كهنوت أو رجال الدين بصورة عامة. إحنا قد يكون إحنا ما نسميه دين لكن نسميه إنسانية، إنه الدين يخلي الإنسان مثقل بالكثير من الأمور، يعني تعقيد يصعب الأمور، لكن كونك إنسان تتجرد من جميع الأشياء والمسميات إلا مسمى الإنسانية فهذا يعني أمر ثاني، يعني بشكل جيد إنه أنت تكون فقط بالمرتبة الأولى والأخيرة هي الإنسانية، تعبر عنك كإنسان، تعبر عنك بكثير من الأشياء يعني. صحيح أخي. أخي منتظر، يعني لو تحدثنا عن قصة إلحادك، كيف بدأت من نشأتك مثلا من الطفولة، وكيف تربيت في الأجواء، هل كانت دينية غير دينية مثلا، كيف وصلت لمرحلة الإلحاد؟ خلينا نقول، تفضل. أنا من البداية أشكك بالوجود، يعني بدأت يعني حياتي إنه وأنا صغير بالعمر، أبوي كان شيوعي أصلاً، لكن بعد ما كبر بالعمر صار عمره كبير يعني رجع إنه حاد عن طريق الشيوعية والنضال وكذا، رجع إنه يصلي وهذا، لكن ما منعنا من فد موضوع إنه موضوع الدين فشي أنت يعني موضوع خاص بيك أنت كإنسان، ما خلى حواجز بينه وبينه، مجرد إنه نصائح بسيطة وانتهى الموضوع. لكن أنا يعني من بداية بلوغي أريد يعني أصف هكذا موضوع إنه هناك تشكيك. قمت بالبحث يعني مواضيع عدة، أديان، طوائف، مواضيع قد يعني يشيب لها الرأس. دخلت يعني هي كتجربة وليست يعني اتباع، دخلت مواضيع إسلام، مسيح، مسيحية قصدي، يهودية، صادقت أشخاص من جماعة المعتزلة المتصوفة، جربت إنه وياهم جلساتهم، محاوراتهم، كلامهم، طريقة إلقائهم للمواضيع، لكن بالنهاية وصلت النتيجة واحدة،
وهذا الموضوع انه من وصلت النتيجة واحدة هذه يعني بمرحلة البلوغ بعد ما بحثت يعني عن الحقيقة، في النهاية وصلت ببحثي إلى نتيجة واحدة وهو أن الدين التقى أول غبي بأول مخادع كما قال فولتير. تمام، يعني خلينا ندخل بموضوعنا. يعني في عندي سؤال هون بيقول: كيف يسمح الدين لنفسه أن يكون المشرع لشخصين بالغين أن يجتمعان تحت سقف واحد، وفي بعض الأحيان يشرع لجمع طفلة مع عجوز تحت سقف واحد كزوجين، وبنفس الوقت يحرم العلاقات المثلية لشخصين بالغين، رجل ورجل أو امرأة وامرأة؟ برأيك، ممكن تعطينا رأيك في الموضوع؟ تفضل. عزيزي، الدين وخاصة الدين الإسلامي يعني لديه أخطاء كثيرة، فهو يحرم جماع الحب ويحلل جماع المال، أي بين قوسين المادة يعني يحب أن يتصف بوجود المادة في الزواج، يعني مثل ما معروف لدينا بالدول العربية اللي هو ما يسمى بالمهر وغيره، على جماع الحب، انه انت مثلا تحب، الإسلام يقف عاجز لك، ما يصير يعني تسأل أحد يجيب، تريد استفسارات تذهب إلى رجال دين فقط يقولون أن الحب حرام، لماذا؟ لا أحد يفهم، والناس تقدر رجال الدين يعني كثيرا بهذا الموضوع، انه رجل دين لا يجوز انه شخص يناقشه، هو شخص غير معرض للخطأ، يعني هو حسب اعتقادهم انه خليفة نبي، خليفة احد الملائكة، خليفة الله او الله نفسه، لا يهم، انه المهم يعني هذا الشخص لا يجوز مناقشته ابدا. اما بالنسبة لأنه جمع الرجل بطفلة، يعني رجل حسب ما ذكرت 50 عام بطفلة عمر 8 سنوات أو أكثر، ظلمه الإنسانية والطفولة بهذا الموضوع، وهم طبعا يتابعون محمد بهذا التشريع، محمد تزوج بفتاة تبلغ 8 أعوام، وأنه أنت تعرف القصة، تعرف القصة جيدا عزيزي، حيث يروي تاريخيا أن الفتاة التي بعمر 8 ذهبت وما وفي يدها لعبة، يعني تخيل أنه يعني طفلة بيدها لعبة تذهب مع رجل يتزوجها أو ليدخل في حجرها حسب ما تعبيريا، يعني أما يعني إحنا إذا نريد ندخل بهذا الموضوع، يعني مواضيع تتفرع انه زواج الشخص بفتاة قاصرة او كذا، حتى التشريعات يعني لدى العلوية هناك قول له لعلي بن ابي طالب يقول: زوجهن في الثمن وعليه الضمان، وجسم الفتاة لا يكتمل ليكون جاهزا للزواج الا بعد سن 14، وهو خطر للعلم، علميا اثبت علميا انه جسم الفتاه في الزواج اقل من عمر 14 او في عمر 14 هو خطر على صحتها، ممكن ان تتعرض للموت. اما بالنسبه للزواج المثليين فهذا موضوع خاص لا تدخل به احد، سواء كان رجل دين ام كاهن او حتى الاله، يعني موضوع خاص بالشخص اللي ناوي او يحب يرتبط، لأنه يعني هسه احنا الدول المتقدمة أمريكا، فرنسا، بلجيكا، السويد وغيرها كذا، هذه مشرعة هذا الموضوع، وللعلم انه يعني هناك انه إذا أنت شخص مثلي تاخذ جنسية بشكل أسرع، يعني إذا يعني فهمتني. أها، فاهمك. طيب، عندي سؤال هون بيقول: هل الكهنوت يرفع الزواج إلى الله؟ هذا الإله الذي لا يعترف بالزيجات إلا إذا كانت عن طريق رجال الدين. تفضل.
طبعا هذا سؤال يعني جميل، لكن اللي ما يعرف اكثر الناس انه رجل الدين مسيطر على مفاصل حياة الحياة الاجتماعية الرجل العربي والشرقي بصورة عامة، انه بحيث المسلم يفكر 1000 مرة قبل الفعل اللي يريد يعني يسويه، ولازم يعني عند فتشي هذا فتشي مثل ما يقولون العرب ياكل ويشرب وياه، انه رجل الدين لازم عنده يستشفع عنده، ودائما ما يكون رجل دين هو يعني يتصف يعني بالتعقيد. لما يشرح الموضوع، هسه أبسط شيء لما يشرح الموضوع لازم يدخل رواية بها تعقيد وأمور إلهية، يعني يكبر الموضوع مثل ما يقولون إنه يتفقه، يعني يتكلم بالأمور ويضخمها إلى درجة إنه توصل، مع إنه هي بسيطة لا أكثر ولا أقل، لكن يضخمها. ويعني رجل يعني لكن بالنسبة لي أنا لا يجمع بين الرجل والأنثى. أظن الصوت شوي اختفى، إذا اليوم رأس السنة يعني، ويعني للأسف يظهر إنه الشبكة بخصوص بغداد يعني ضعيفة كتير، فنستنى نستنى شوي الأخ منتظر حتى يعود صوته، فآسفين كتير على عدم التواصل بالتقنية يعني، للأسف يعني شوي النت ضعيف. أخي مرتضى تسمعني؟ منتظر، آسف أخي منتظر. أشوف الفيس إذا موجود. يعني يظهر الأخ منتظر، النت عنده كتير ضعيف، فآسفين كتير على يعني هالمشاكل التقنية، يعني آسفين كتير على المشاكل التقنية، وأنا بتمنى يرجع لنا الأخ منتظر في أقرب وقت. أخي منتظر إذا كنت تسمعني. أعتقد راح يعني الخط راح، فننتظر كمان بضع دقائق. نعتذر أعزائي المشاهدين، نعتذر يعني على هالانقطاع هذا. في عندي رسالة لأخ كان مسمي حاله MM، تعليقاته كثيرة، فيعني يقول إنه أنا لست شيخ وأريد أن أزورك، أنا شاب مسلم. يا أخي أنا يعني لكل الشباب اللي يريدوا يناظروا مناظرات، في قناة صديقنا دانيال، الكابتن دانيال، قناة ملحد مؤمن يعني مختصة في المناظرات. أنا بتمنى كل من يريد أن يناظر يتصل بالأخ دانيال، هو مستعد للمناظرات يعني، فما عنده أي مشكلة. فممكن يعني هو مساوي حلقات، أظن مساوي شي 30 حلقة تقريبا،
موضوع المناظرات والأشياء هاي، فممكن تصلوا له. أخي منتظر، معنا أنت؟ ايه ويا ثاني. تمام، شكرا كثير رجعت لنا. يعني أخي منتظر، أنت كنت أظن تتحدث عن الكهنوت، يعني كيف؟ نعم، انا اخر موضوع وصلت له، انا قلت لك برايي انه رجل دين، ها يعني برايي انه لا يجمع بين الرجل والانثى سوى ما يعني سوى القلب وما يقوله القلب، ها ما يقوله القلب والروح والجسد، يعني هو صحيح، وما يكتبه هو صحيح، وما يقوله جبرائيل ومحمد وغيره إلى الجحيم. طيب أخي منتظر، في عندي سؤال هون بيقول: ما هو رأيك بتحريم، عفوا، لماذا يحصر الدين إتمام العلاقات الزوجية عن طريقه فقط، ويحرم أي علاقة بين أي رجل وامرأة بالغان تكون خارج إطار الدين؟ تفضل. عزيزي، كما أشرت سابقا فإن الدين يريد أن يعمر العقول وينشر الروخونيات ويسيطر على مفاصل حياة الشخص المسلم بين قوسين أو المتدين، وبذلك يضمن مكانته بين الناس، لأنه لولا الأفكار والروخونيات التي ينشرها بين الناس، و يعني الغيبيات اللي يصدقها الناس ما كانت لديه مكانة. فما الفرق بين رجل الدين والإنسان الاعتيادي؟ التشريع يعني ما هو التشريع؟ يعني بأي منطق أنه هو يعني شو يعني بماذا هو أحسن منك؟ يعني أنت كإنسان، أنا قاعد يعني أسألك بماذا هو أحسن منك يعني كإنسان؟ هل تستطيع الإجابة؟ ليه أحسن منك بشيء؟ أنت تقرأ وهو يقرأ، أنت لك عقل وهو له عقل، ولكن لكن يسيطر من على ضعاف النفوس الذين يعني الذين يصدقون الروخونيات والمواضيع التافهة اللي يطلقونها باسم يعني باسم وجود الدين وكذا. يعني آخر موضوع، أني يعني أصفح اليوتيوب وجدت أحد شيوخ الدين أو رجال الدين يقول: هل تصدقون بالله أن أخي ذهب إلى سوريا واستشهد، وزوجته لا تزال تحمل، يعني أي يكون في بطنها جنين وتلد، هل تصدق هذا الكلام؟ طبعا لا، يعني سخافة. يعني هو استشهد في سوريا، فكيف يعني يحصل موضوع المتناسبة بينها وبينه؟ لا أظن أنه سينزل على شكل روح كما وينفخ فيها كما في قصة مريم لدى المسيحيين، يعني مع احترام لأبناء الديانات الأخرى لا أريد أتجاوز، لكن على الأقل أنه يكونون أكثر يعني أكثر تفكيرا، أنه يتخذون المنطق دين لهم، المنطق ويعني العقل، انه هذا شغله يعني هم يقولون انه لها انطاق عقل لازم انه تشغله، اوكي شغلوا انتم، ابداوا بالتفكير، خلوا له يعني فد طريقه عمل في يعني جسمك انت كله، يعني شغل ايدي ارجل عين اذن حاسه يعني شم تذوق، هذا العقل اللي هو كتلة لا تقل عن رطلين، يعني قم بتشغيله يا أخي، كن منطقي. صحيح صحيح. أعزائي المشاهدين، يعني أنا بعتذر عن رداءة الاتصال، فأظن كان عندي سؤال: ما هو رأيك بتحريم الأديان لعلاقات الحب التي تسبق الزواج، ولماذا تم تحريمها؟ بس أعتقد يعني الأخ منتظر كمان الاتصال انقطع بيناتنا، فنعتذر اعتذار شديد.
وأنا يعني بهالحالة هي. تفضل أخي منتظر، إذا ما سمعت السؤال راح أعيد لك السؤال. ما هو نعم. رأيك بتحريم الأديان لعلاقات الحب التي تسبق الزواج، ولماذا تم تحريمها؟ تفضل. السؤال مو واضح. سؤال مو واضح بس بيقول السؤال: ما هو رأيك بتحريم الأديان لعلاقات الحب التي تسبق الزواج، ولماذا تم تحريمها؟ تفضل. الصوت يعني كل يعني متقطع نوعا ما او متلكئ و أرجع تسمعني. أعيد السؤال، بلكي ممكن يعني يكون الصوت أوضح. ما هو رأيك بتحريم الأديان لعلاقات الحب التي تسبق الزواج، ولماذا تم تحريمها؟ أظن أنه انقطع الاتصال. أعزائي المشاهدين، أنا آسف كثير كثير لسوء الاتصال هذا، يظهر اليوم التكنولوجيا ما عم تساعدنا. أنا مضطر يعني أنهي الحلقة وأعتذر اعتذار شديد. يعني رجعنا الأخ مرتضى منتظر، آسف حبيبي طبعا انا اعتذر للجميع عن الانقطاعات، لكن النت نوعا ما رديء. سمعت سؤالك في اخر مره لكن راح اجاوبك عليه. تفضل. عزيزي، تحريم العلاقات العاطفيه بين الرجل والانثى له مضار كثيره. احد هذه المضار هو عدم معرفه الرجل الشرقي على معامله الانثى كإنسان، كجنس رقيق، كبشر. يعني نحن نعرف الحوادث التي تحصل في الدول العربية في السوشيال ميديا أو في الإعلام، يعني منتشرة في الإعلام كثيرا، وحتى على أشخاص مشهورين كممثلين سياسيين غيرهم. أنا آسف يعني بالفعل اليوم الاتصال كتير رديء. أعتذر لكم أعزائي المشاهدين، يعني أنا بعتذر، وأنا أكيد راح الحلقة هاي ما هي محسوبة، راح أستضيف الأخ منتظر في حلقة قادمة. وأعتقد تفضل أخي إذا بتكمل. المهم أكمل لك أنه الرجل الشرقي يعني لا يستطيع معاملة الأنثى بشكل إنساني، فهي تتعرض اليوم للضرب والكثير، بحيث أنه يقوم بحرق أجزاء من جسمها أو بضربها بأشياء حادة أو قوية. يعني بين قوسين تعامل لا إنسان، تعامل حتى الحيوانات قد تشمئز من هذا الموضوع. وهذا ذكرنا قصة طريفة ذكرها الدكتور علي الوردي، يقول فيها الرجل الشرقي والعراقي بشكل خاص خارج منزله يكون دون جوان عن طريق علاقاته الغرامية مع ذاك مع تلك وتلك وتلك، لكن في داخل بيته ماذا يكون؟ يكون حاج عليوي الذي هو متمثل بالرجل المتدين الوقور الذي لا تشوبه شائبة. يعني مما يولد ويظهر لدى الشخص المسلم انفصام بالشخصية. يعني علميا عنده شيزوفرينيا، يعني متناقض مع نفسه. يعني ممكن الشخص انه يعني يفهم عن طريق القصة الطريفة لعلي الوردي. هذا يعني كل اللي يعني استطيع ان اجاوب عليه عن طريق عن هذا السؤال. أخي منتظر، من المعروف، في عندي سؤال هون بيقول: من المعروف أن أساس الزواج بالإسلام هو الإشهار به، ولكن هل من المعقول أن يرفض الله زواجا إلا إذا تم ترديد كلمات لا تقدم ولا تؤخر، مثل زوجتك نفسي وقبلت زواجك؟ ألا يكفي للزوجان أن يعقدان قرانهما في المحكمة المدنية مثلا؟ يعني تفضل.
عزيزي، كما قلت أنت، الكهنوت يراد الكلمة لا تقدم ولا تؤخر. وأنا برأيكم يعني أيضا كما ذكرت أنا، كل ما يقوله ويكتبه القلب هو صحيح، وما يقوله الكهنوت وجبرائيل هو مجرد هراء. يقال فالرجل والأنثى يتزوجان، حين يتزوجان يتزوج القلبان وليس الكهنوت. يعني أريد أن أطرح عليك سؤال، إن ذهبت أنت وأنثى تريدان الزواج، هل أنت وهي تتزوج أم الكهنوت، أم يعني ما الذي يتزوج بينكم؟ أنتما أم الكهنوت وجبرائيل؟ والله فهذا موضوع يعني خاص بالشخص نفسه. بينما يعني حين تذهب للزواج عند أحد رجال الدين، أو بين قوسين زواج تقليدي، لا يحضر شخصان أو قلبان يريدان الزواج، وإنما تحضر يعني جثتان خاويتان سوف يربط بينهما هراء كهنوت، لا أكثر ولا أقل. بالضبط بالضبط. يعني للأسف أغلب الزيجات الموجودة عندنا بالشرق الأوسط يعني زيجات كهنوتية ليس لها علاقة بالحب أصلا. يعني شخص شاهد فتاة هو الذي يخطبها وهي التي فقط يعني تنظر إلى شكله تقول أوكي موافقة ويمشي الحال ويندفع. للأسف يعني يندفع مهر، والمهر هو القيمة الشباب. هذا ثمن، هذا ثمن بيع يعني ولو هو رأي سياسي يعني خارج نطاق الموضوع اللي احنا نتكلم به، لكن رأي سياسي حول جميع الأشياء إلى ثمن ومادة، الزواج والدين والموسيقى والفن، يعني جميع ما في هذا يعني جميع ما يعني ما موجود في الحالة التي نحن نعيشها معرض للبيع والشراء. يعني فما ما الفرق الزواج التقليدي حينما هل تسمعني؟ أسمعك تفضل. الزواج التقليدي حينما يزوج شخصان يعرف بعضهما أبدا طوال حياتهما، يأتيان للزواج وهما لا يحبان بعضهما ولا يريدان بعضهما، أي بينهم متنافران، ما الفرق بين الزواج التقليدي وبين أي رجل، ويعني أعذر كلمتي، بين أي رجل وعاهرة، يعني فليذهب إلى أي غانية في الشارع أو في بيوت حسب ما يصفون بيوت الدعارة ويقضي ليلته؟ ما الفرق بين الزواج بالغصب ونوم الرجل مع أي عاهرة أو غانية؟ الفرق يعني لا أستطيع التعبير أكثر من ذلك عن الموضوع، والله لأنه يعني هو للأسف موضوع مقضي. أظن إنه ما في أي فرق بيناتهم. يعني اللي يتزوج فقط للجنس يعني كمن يذهب معاهرة للجنس للأسف. طيب أخي مرتضى، شو رأيك ب أخي منتظر، آسف ليش علقت معي مرتضى؟ لأنه عم بشوف الاسم مكتوب هون مرتضى، ف المعلق معي اسم مرتضى، آسف منتظر. أخي منتظر، شو رأيك بتعدد الزوجات؟ فكرة تعدد الزوجات، أعطينا رأيك فيها، تفضل. أنا قبل فترة أنا بحثت عن هذا الموضوع وأرسلت لك البحث كامل تقريبا أو جزء من البحث. قبل فترة يعني شفت أو تابعت برنامج يصف تعدد الزوجات علميا وتخلف يعني بوعي الإنسان، أظن الصوت كمان راح مرة ثانية، فإذا سمعني أخي منتظر. للأسف اليوم أعزائي المشاهدين، يعني اليوم رأس السنة، فرأس السنة كتير صعب علينا. أتمنى 2016 يكون
يعني سنة جيدة علينا، وآسفين كثير على غداءة الاتصال، يعني آسف كثير كثير. بعتذر مرة أخرى، وأنا يعني مضطر أنهي الحلقة، وممكن في المستقبل نرجع نسوي حلقة مع الأخ منتظر. آسفين كثير، وكرر اعتذاري أعزائي المشاهدين على الاتصال ورداءة الاتصال بالأحرى، يعني آسف كثير عليه. ونلتقيكم في حلقة قادمة، وانتظرونا غدا معنا القرآني الأخ أظن فادي حفار، يعني فادي محمد حفار أو الاسم إذا كنت ما عم أنطقه مظبوط. غدا سوف يعلن إلحاده، فانتظرونا غدا، وآسفين كثير على رداءة الاتصال هاي، ونلتقيكم في حلقة قادمة. شكرا لكم، شكرا لكم كثير.